انا عايز ارجع بالتاريخ شويه لان حضرتك احد بنات التاريخ، صح كده؟ بنات التاريخ. لا 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 لا، بص حضرتك من الشخصيات اللي جوه تاريخ كرة اليد اسم محفور مع مدربين اكيد بنحترم كل المنظومه، لكن حضرتك كنت شاهد على عصر تقريبا. عايز ارجع بالتاريخ لورا شويه يا كابتن عاصم. كرة اليد راح في اتجاه مختلف من 86 للبداية، البداية كانت شكلها ازاي؟ وايه اللي نمناه في كرة اليد وعشان نوصل للمرحلة دي في الآخر؟ أنا هقول لك كلمة واحدة تختصر الوقت كله. المفتاح هو التخطيط. المفتاح هو التخطيط. لما بدأت كرة اليد تخطط مظبوط بداية من الدكتور حسن مصطفى، طبعا اللي هو إذا كنا بنتكلم عن كرة اليد إن هي أيقونة. إحنا كلنا حلقات في سلسلة كرة اليد، فبالتأكيد وبلا أدنى شك إن الدكتور حسن مصطفى هو الحلقة الأقوى في سلسلة نجاحات كرة اليد على مستوى الإدارة وعلى مستوى الاتحاد الدولي بعد كده، يعني ممكن نتكلم في ده كتير. إنما المفتاح هو التخطيط والإصرار على تنفيذ ما تم تخطيطه بغض النظر عن حاجات كتير ممكن يقابلنا مشاكل كتير، إنما لازم يبقى فيه إصرار ان انا انفذ ما تم تخطيطه، بالذات لما يكون التخطيط ده تخطيط سليم. الاتحادات كلها اللي مشيت نجحت بنفس المنوال، واخرهم الاتحاد الحالي برئاسه المهندس هشام نصر، وطبعا هو اخ وزميل، طبعا زميل هندسه كمان، وزميل هندسه وزميل حاجات كتير جدا جدا، وانا كنت كابتن منتخب مصر تمام. وهو لعيب فيه، يعني الحمد لله. برضو علاء السيد رئيس لجنة الفرقة القومية، حد عنده خبرات كبيرة جدا جدا، إذا كان على مستوى اللاعب، طبعا لاعب كان لاعب من اللاعبين المميزين وكابتن منتخب مصر وشال الكاس ده هو في القاهرة هنا هو. فهي استمرار لنجاحات التخطيط.